الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. حيثما تقبلت حيثما تنسيت، حو وأبو أمات وحوات وولاد نؤوش وعبي دي كدنا ليكم وعدنا ليكم قادر السلام كبتو من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تاني حوية وبوية دي بنا نتهاجم حدينا لنا نتحدى لنا إن شاء الله تعودت. رب أمرنا والدين أمرنا والنبينا أمرنا وكفو إن شق بديننا أمرنا لنا وأمرنا أدي كمان الدعوة إليه للمساعدة. من ربك بيننا ومن نبيك وما دينك إلا أن آمرنا عن ربنا منت رب العالمين رغضانات وكل رب كل شيء ها؟ ونبينا كمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي بتهاجينا، وديننا دين الإسلام دي بتهاجينا، والتفاصيل إن شاء الله قد نبضعته. ميتو إسلام ميتو إيمان، أركان إسلام ميتو أركان إيمان ميتو، ركن كل قد نبضعك دي بوت إن شاء الله، وإحسان كمان يجو لهم سلستم تم الأركان اللهم صل وسلم. أركان الإسلام حمستن حتى إن شاء الله نتهاجر دي بوقتها، وأركان الإيمان سستن اللهم حتى نتهاجر دي وركن أوريني لبن أور ركن وأحسانته لهم بنهم نتهاجر دي. لكن يوم اللي ديننا حق أمرناه ولا محاسن إلا كل اللي بديبه، ولا قرمت إلا كل اللي بديبه، ولا لذات إلا كل اللي بديبه، ولا تعامل إلا كل اللي بديبه، وإلا أريحيات اللي بديبه الدين أور ليك الكل بكل اللي أرحب وكل الكبت كل الحقف كل انا اللي بقول كل الهيب كل اللي جاقف منه كل اللي واسع اكيد لما ساه وسند للعباد ده والحسنات بعصر لوديه لدين دين دين قوت لدين لدين نعمه دين قروم دين سني دين ساهل دين رؤوف دين النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطينا ابوه من رب العالمين لما اعطي ديننا الاسلام عزتنا وكرامتنا وحباننا وشرفنا دي بديننا دين حق على ابن حتى عزت ابنا وكرامه ابنا وشرف ابنا قواعد أب وبتحاتيد وبحسي ومبلدين ورأيكن بقدم كذي بدين ودير حر يديدي لبرأي إيدي وبنو الشيء إيدي وأنا ما يعني ربها يبيته وفهم بيه ومخلوق أنا وإلي لا قيت نفعنا لخلقك ولا رزقك ولا هبيك إلا دين عم تأقلك وبل دين عبد النبي لك وبل دين نبر بيلك وبل دين هدى بيلك وبل دين هب بيلك وبل دين نسع بيلك يبدين بالاركام غبي وبوت لي لك جسكم غبي وبقى بيت مع الحكم غبي وبكتابنا يا رب مع الحكم غبي وبكتابنا يا رب شقيك من غبي رب العالمين بركه التار وعدك والتمالك والتعيع وتعيالك وترزقك وتدينك وتعلمك بركه قبلك ورب العالمين وبارك قلكيني الا الحمد لله باب اياب يعني لا ندهبكو يعني هبكري اللي بالهياب وقادر الهياب وبركات لبديبة ديبة نتقيس ديبة الدنيا وديبة الآخرة هي. لكن إنسان دعوتك اللي قدم وإنسان قل أسلح وإنسان قل تلاكي ديب اللي دين قدام قلنا آتي واللي دين قل نبين لأن إحنا إسلام نوصنا أولا قلت ناس أحبو وقلنا هببو وقلنا نسابو وإنسان سليماي يعني مقصر لقبا وامر لقبا ونقوش لقبا نعلم من حد قران لقبا يعني تفاصيل ناي ديننا شرايع لقبا قلنا رئيلا حد انسان اسليماي لسان وهلو امر امر للحد مفتر للحد عالم للحد خير للحد هلو صنعت الليل كمان قلت امر ضروري تنتبع عذر على بك اغلى كم سلم ورا عباده الله بيننا كم سرم ورا صلاه ورا طهاره الحياه ضرورية ضرورية إلا إنسان ضروري بلس ألم أن أبو نوسو حقا حقا ما أمره حقا سليمان يقول أشياء لا 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 لازم حقا بدي إسلام حقا هلا ودي مدى المسلمين حقا هلا نقول له أمر واجبوت وضروريت العبادة لا صحيحة بس عنات العبادة لا 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 قبل سنة لا هي بس عنات
إلا قل أمر بو قل أمر ضروريته وواجبته اللي كل حق أمر أدي إسلام اللي يجب أمر رب العالمين سديا كم جبي اللي ديننا ينتحب عبو وينخجل بو وينفره بو وينفره من اللي ديننا نشننه وعزتنا وكرامتنا ورفعتنا ومنبرونا وديناته اللي ديننا جلاب ميت جلاب قتل وابن حي وابن عيش ويا رب ان شاء الله رب بلا امبرنا وديبو لا موتنا وحرمينا يوم القيامه ان شاء الله ديبو لا كان وديبو البعثان لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله ان شاء الله رب لا اله الا الله يا رب ان شاء الله ربي لا تبقى لدينا ديب الا الدنيا بضوابطها وبشروطها وعزتنا ولكرامتنا وعنواننا فتتبع ان شاء الله وموتنا ما من قبل الا ان دنبل اشهد ان لا اله الا الله ان دنبل شهادات ان ترزقنا وحسن خاتمات ان ترزقنا وعمر طول ان ترزقنا بقعت ما قلنا من قبل الحمد لله توبت ان دين ميت وثبات ان دين تبدل وان دين تزحزح وان دين قبل تدينا ثابتها من دحين وتوبت ان ركبنا قدم ما موت وعمل صالح وحسن خاتمات مثل ركبنا من قبل رب الخير خاتمنا من قبل إلا عبايتا وجلاب اللي لدينا شقاب لحد منينا ولا شقاب لنا أنا يعني كمان دعوة اللي والدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال قلمي إلا مهنتنا أنبياء إلا مهنات أي رب العالمين الملائكة عندك الله فا والملائكة عندك قلنا ولو من السخارة قلنا وحي من رب العالمين يبقى النبي ما على النبي صلى الله عليه وسلم تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال صحابته من رب لما قيل وحي للريم على ولا شرائح للريم على وفصل قلنا والعلماء تقصوا وصحابه قدميهم ورضوان الله عليهم ومنهم تعلماتنا وسك اليوم اللي ما شاء الله تبارك لدينا اللي ترى لكم الحمد لله رب العالمين لكن يعني انسان دعوتك اللي قدم له لحد يعني كود امر قال لك بابا بشريعه ومراتب بقى كمان درجات بقى الدعوة من ثلاث دي بأربع مرتبة بقى إلا مراتب بقى لو مراتب بقى دعوة الله سبحانه وتعالى دي بآيات ذكرين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني ما نبدأ نعمل لدعوة عم تقدم اولا اقول رب العالمين تقبل نيتك انت اخلاصك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لنيتك خالص لتقبابة كالي متبع لتقبابة كما النبي صلى الله عليه وسلم لدلينا الا ان كل شرط الا ضروري اخلاص النية وكمان مثل المتابعة لمتابعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبيلينا ابا وكم سأل رب العالمين لنا بالله لا دعوتنا تقدمها ادعو الى سبيل ربك بالحكمة حكمة الحدينا كسب إيكو وجبر إيكو وبعير إيكو وبدابة إيكو وبقتل إيكو دعوتها وتتقدم بالتي هي أحسن وبحكمة وبموعظة ومجادلة بالتي هي أحسن جادلك هما من قبل أيوة إفالك إلا تليها تإيكو هتاتا ما إلا تندبهل إلا ما هي يعني برضو بموعظة الحسنة وبقبيل سنيت وبرب العالمين لرديها وبال الانسان اللي جادل ليك على عبد الله كذيب خير على عبد قلت تكسبه قلت تقل ربح من استاذ قلت لنقف وانت سبب قلت تقبله وحر رب العالمين بالله اروح حد لما نسال الانقف كابا ان شاء الله قلت كاما خير لك من حمر النعم بلا ان يهدي الله بك رجلا يبقى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم كما حديث لما تاه او الانسان هذه كم نقبي من نواي كم راح كم قال ننسى عهيد سنيت عويتات متمثل منا أور نفر دي بخير من التحدى قلك وأور نفر دي بديك من الأسلم وأور نفر دي بخير من الأقبل للحيس لبل دي بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل بدوح بديب إنسان دي بخير تحدى أبسباتك بخير جيسا منك إلا ثلاثة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا رابعيتها يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن
إلا الذين ظلموا منهم. يعني لدعوت مثل حدي لدعوت قلت قدم ما قل قدام لا تقديبل ك قل أقبل ديبه وقل سمعوه وقل استفيدوا منه وقل تنفعوا بالتي هي أحسن. قلت بابا و هالكتاب الأم من قبي بالتي أحسن إن شاء الله جاد لهم. وكمان يعني لدعوت باجتهاد قلت بقى لابو كما قال بيننا ربي اللي تعبد بعلم ترى تعبد بامر ترى تعبد بجاري اللي تعبدني بقويتي اللي تعبدني لا ما علم ولا ما خير اللي تعبت حو بيبقى كانوا اللي تعبوا علو وقدامك اللي استفيد منه لا قدام لا دعوت اللي تقدموا لهم هليك لازم امر قل هلا قل كابو لدعوات اللي تقدم على بصيره وعلى وعي وعلى فهم متبل هليك ما قلت تحته ندعى ماركا بيلك من قبي لقبلات كل هلا جادلك هم من قبي لقياك تعمل قلو وحقيقات لديبة وحقيقات سامع ديبة وحقيقات عن حديبة بالله إن شاء الله أنت اتبعك قبي ودرويته قل علم قل هلا بالله إن شاء الله يعني لمسألة دعوة كفو مقدمة وميتة اللي حدا حتى قلنا واحد يقول دعوة ميتة كفو مقدمة وملت حاجة أكلي نوايات لت حاجة أكلها حاجات لت حاجة اللي عندنا أبعتنا أبان قلنا نقدمه إن شاء الله ديبا الحلقة لك هالعيد ديبا إن شاء الله تفاصيل بمنتي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.